الإيجابية التي سجلت على هامش إفطار قصر بعبدة استتبعت بحركة مشاورات ناشطة في عين التينة، حيث سلم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق رئيس مجلس النواب دبيه بري ورقة العمل التي أعدتها الوزارة مع الأمم المتحدة حول المدة اللازمة لإجراء الانتخابات على قاعدة النسبية. واضح من الدراسة أنه الفرز لا يمكن إلا يكون إلكتروني، وبالتالي لوائح مغمضة وأسماء مبكرة مع صور لطباعتها، واللوائح لازم تكون داخل مراكز الاختراع، واحتساب النتائج كيف بتم على اي قاعده لحتى يتعلموا عليها مش بس الناخبين، وهذا ممكن من خلال حمله اعلاميه مكثفه وطويله الامد، وكمان من خلال اعتماد وسائل العلم الحديث والتقنيات اللي بتحقق النتائج السليمه بدون اي شك. وفهمنا انه هي مسائل لا علاقه لها بالسياسه، هي مسائل تقنيه لابد انها تاخذ وقتها، ولابد انه يؤخذ هذا الامر بعين الاعتبار في الفن. ودولته اقترح انه تتشكل لجنه من وزاريه مصغره برئاسه دوله رئيس مجلس الوزراء لمناقشه هذا الامر ووضعه داخل القانون الذي سيعرض في مجلس الوزراء ثم في مجلس النواب. عمليا الحد الادنى 6 اشهر، الحد الاقصى 7 اشهر المطلوب لتدريب واستكمال الخبره اللازمه لاجراء هذا الانتخاب. قانون الانتخاب حضر ايضا في لقاء الرئيس بري مع وزير الاعلام ملحم الرياشي.